الحالة بدات نهار الخميس، جا واحد الكريس كاردياك في الجهة ديال على مستوى القلب. المهم بعد ما خدنا المستجدات ديال الدار البيضاء ودرنا بزاف ديال التحاليل وهذا، المهم الطبيب المختص في ابن رشد قالنا انها خصها ضروري ياك، وعلى اجل انها خصها تمشي دير عمليه انها تدخل المستشفى. والحمد لله احنا جينا للمستشفى العسكري هنا بالرباط، ويعني بمساهمة ديال جميع الاخوان ممثلين والناس ديال الرباط على راسهم واحد السيده لاله الشريفه الله يطول لها العمر، ومن طبيعه الحال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله اللي بالرعايه ديالو من طبيعه الحال احنا هنايا، وجميع الناس ديال المستشفى العسكري اللي قايمين باللازم الحمد لله على حسب المعطيات الاوليه. حيت انا مازال ما خديتش تقرير من الطبيب شنو كاين، غير هو قال لي راه الحمد لله العمليه نجحت، ولكن ربما ان غادي تبقى معاهم هذا الاسبوع كامل على حسب غيديروا بعض التقارير ديالهم هما، وغيشوفوا واش ممكن انها دير شي عمليه اخرى اليوم الثلاثاء ولا لا. بالنسبه للجمهور ما الكلام في حقه شويه قليل، ما شنو نقول لك، ما يقدوا لا الشكر لا زعما الا جزاء ديال الله سبحانه وتعالى. كنشكرهم كاملين وكنقول لهم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف، والله يجازيكم بخير كاملين، وزيدوا الدعوه معها ان شاء الله بحول الله تخرج من هذه المحنه ديالها بحول الله تعالى.